عودت كلية الحقوق أن تفتتح موسمها الثقافي كل عام بندوة هامة تلمس فيها أحد الموضوعات التي تهم المجتمع. وما أجمل أن يتصادف افتتاح الموسم الثقافي لكليتنا العريقة هذا العام مع احتفال مصرنا الحبيبة والأمة العربية بعيد النصر. إن روايات حرب أكتوبر المجيدة فصولها كثيرة لا تنتهي، وفي كل عام نستلهم من هذه الروايات روح الإرادة والإصرار، وتزيد لدينا روح العزيمة والبناء. وقد اخترنا ونحن نعيش هذه الأيام أجواء فرحة النصر والبهجة أن نفتح أحد فصول روايات حرب أكتوبر وتوابعها، فصل يجسد إحدى المعارك الشرسة التي أعقبت هذه الحرب المجيدة. حرب أكتوبر للأجيال بتاعتنا والأجيال الأكبر اللي موجودة غيرت شكل الدولة المصرية إزاي، بل بالعكس كيف غيرت شكل المنطقة كلها هي. لكن الأجيال الجديدة، واسمحوا لي أنا بوجه كلام ليكوا أولادنا، ما تعرفوش أو جزء منكم اللي يعرف والأغلبية محتاج يعرف يعني. فقلنا السنة دي لا، إحنا احتفالاتنا بأعياد أكتوبر هنعملها على مدار أسبوع، هتبقى بين الندوات وبين الاحتفالات اللي بتم. ليه عايزين نعمل ده؟ عشان تعرفوا يعني إيه حرب أكتوبر، إزاي حرب أكتوبر دي أثرت في الدولة المصرية وأثرت في المنطقة وأثرت في العالم أجمع يعني. عشان ما ننساش تشكيل العقل الجمعي اللي موجود، اللي انتوا المستقبل بتمثلوا هذا العقل الجمعي، هو ده اللي احنا محتاجينه، ترجع الذكرى دي موجودة فيه. احنا بنحتفي بحرب أكتوبر المجيدة وبمر عليها 50 سنة الآن، ونحن يعني في المكتبة سعدنا جدا بأن نقيم هذا اللقاء العزيز مع كلية الحقوق وتحت رعاية أستاذنا الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس الجامعة وبتشريفه، لكي نعبر أولا عن أنه يعني هذه الشراكة ما بين مكتبة الإسكندرية وبين الجامعة من ناحية، والتعبير عن شعورنا المشترك جميعا وضميرنا الجمعي تجاه هذا الحدث العظيم اللي هو حرب أكتوبر وتاريخها المجيد ومرور 50 سنة عليها، بحيث أن احنا يعني يحضر معنا عدد من الشباب الذين لم يشهدوا هذه الحرب كما ذكر الأستاذ الدكتور عبد العزيز. فطبعا هذه يعني مصدر سعادة لنا جميعا أن احنا نحتفل بهذه المناسبة، وخاصة بالاشتراك مع جامعة الأسكندرية وتحت ريادتها. في دروس مستفادة من الهزيمة ودروس مستفادة من الانتصار، وإذا كنا بنحتفل بذكرى الانتصار ومن حقنا بل من واجبنا مثل كل شعوب العالم أن نحتفل بانتصاراتنا ونعتز بها ونفتخر بها ونتحدث عنها دايما ونكتب عنها ونعمل أفلام عنها ومسلسلات ومتاحف ومعارض إنما إلى جانب هذا الاحتفال لابد أن نستخلص الدروس المستفادة من هذه الحرب حتى نستفيد في معالجة أزمات أخرى قومية، نعرف لماذا انهزمنا لنتفادى أسباب الهزيمة، ولماذا انتصرنا لنؤكد على أسباب الانتصار في معاركنا العديدة. إنما الذي ينهي النزاع حقيقة مفاوضات تلي هذا الانتصار العسكري، مستندة إلى هذا الانتصار العسكري. وفرق أن تتفاوض من أجل استعادة حقوقك وأنت منتصر وأنت قوي وأنت مستند لقوات مسلحة مظفرة، وبين أن تتفاوض في موقف السكون أو في موقف الضعف أو في موقف الأمن.